ضروري باش نكونوا حاضرين في النهائي، لانه التطور ديال كرة القدم في المغرب تطورت بواحد الشكل كبير، لا بد نكونوا حاضرين كل سنة بالفرق ديالنا في النهائي ديال هذه البطولات هذو. واللقاء كان كلشي كان تعرفوا غيكون صعيب، لانه النتيجة ديال الصفر الصفر ديما صعيبة، يعني خص تلعب ما يدخلش عليك هدف، الا يعني دخل عليك هدف تتولي خصك جوج الاهداف وتحاول تسجل. احنا سيطرنا لان شفنا بانه الفريق كانت المقابله كلها هو تيدافع ديال بيراميد، ولكن بشويه ديال الصبر واللعابه كانوا في المستوى في البينالتيات وجاب الله تيسير. باش كتوعدوا الجماهير؟ الجماهير دائما تنوعدوها، وحنايا كرجاويين حنا حتى حنا جماهير، اننا خصنا ديما ان شاء الله الالقاب، هذه هي الرجاء.